من أكتر الموضوعات اللي متصدرة الترند على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت كان الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، واللي شهدت تغيرات واسعة. وطبعا شفنا تعليقات كتيرة على السوشيال ميديا ومطالب من المواطنين وحاجات كتير مستنيينها من الحكومة الجديدة، واللي بتواجه الكتير من التحديات في أكتر من ملف، منهم مثلا ملف أزمة الكهرباء وملف الأسعار. وعشان نتكلم أكتر عن الموضوع هيكون معنا دلوقتي مداخلة من الأستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ ريان. في البداية عايزين نعرف من حضرتك إيه أهم التحديات اللي بتواجه الحكومة الجديدة؟ الحقيقة يعني هناك الكثير من التحديات اللي بتواجه الحكومة الجديدة، وفي مقدمتها طبعا كل ما يشغل المواطن المصري وكل ما يعني ينتظره المواطن المصري من إنجازات من هذه الحكومة. يمكن حضرتك أشرت إلى ملفين من أهم الملفات العاجلة الحكومة الجديدة هتواجهها، ويعني هناك تكلفات أن يتضع حلول سريعة لها. الأول طبعا موضوع أزمة الكهرباء وموضوع تخفيف الأحمال. رئيس الوزراء في أول اجتماع عقده بعد تشكيل الحكومة الجديدة كان اجتماع خاص بالكهرباء وموضوع حل مشكلة الكهرباء، والحقيقة كان حاضر وزير الكهرباء الجديد ووزير البترول الجديد، وكانت تعليمات رئيس الوزراء واضحة وصريحة لهم أن هم لابد أن تكون هناك حلول عاجلة جدا لهذا الموضوع، بحيث أن ابتداء من الأسبوع الثالث من هذا الشهر يبدأ يعني تقليل موضوع تخفيف الأحمال إلى حد كبير، وصولا للانتهاء تماما من هذه المشكلة. الحلول طبعا سواء فيما يتعلق في توفير الوقود بشكل سريع، تم تخصيص 1.2 مليار دولار لهذا الموضوع، وكمان على المدى الطويل الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة بحيث تكون هناك مصادر غير تقليدية للطاقة، وده طبعا من ضمن الملفات اللي بدأ العمل عليها بسرعة. القضية الثانية بالتأكيد طبعا قضية الأسعار وضغط السوق. ده كان ثاني اجتماع عمله رئيس الوزراء في اليوم الأول لعمل الحكومة الجديدة، كان الاجتماع الأول عشان الكهرباء، الاجتماع الثاني كان على طول عشان موضوع ضبط الأسعار. فعلا يعني وزير التمويل الجديد واخد تكليفات واضحة وصريحة أنه هو خلال وقت قليل يتم العمل على ضبط الأسعار من خلال إجراءات وآليات. أولا توفير السلع والمنتجات بشكل كافي، نشر المناطق واللوجستية اللي هي يتم من خلالها توفير السلع بأسعار مخفضة وأسواق الجملة في مختلف المحافظات. في نفس الوقت طبعا موضوع الرقابة على الأسواق وتجديد الرقابة ومنع أي ارتفاعات غير مبررة أو إخفاء للسلع أو غيرها، فدي يمكن الملف الثاني اللي على طول الحكومة بدأت العمل عليه. طبعا هناك ملفات أخرى بتشغل المواطن، من على سبيل المثال موضوع التعليم من ضمن الملفات المهمة اللي بتشغل المواطن المصري. أيضا فيه يعني محاور لتطوير التعليم، في حوار مجتمعي أعلن عنه وزير التعليم الجديد بشأن نظام الثانوية العامة، وهيتم عقد حوارات مع مختلف الفئات في المجتمع بحيث يتم الاستماع لرؤى المواطنين والجهات المختصة والخبراء فيما يتعلق بتطوير نظام الثانوية العامة، وإزاي ممكن يحقق الهدف منه أن يكون في مخرجات للعملية التعليمية تتفق مع سوق العمل، ويكون في مناهج يعني لا تعتمد على الحفظ بل تعتمد على الفهم وعلى الإبداع. موضوع طبعا الصحة من أهم الملفات، أيضا موضوع تطوير الخدمات الصحية، التوسع في التأمين الصحي الشامل ومده في مختلف المحافظات. يعني دي يمكن أهم الملفات اللي بتهم المواطن المصري، طبعا إلى جانب ملفات أخرى، الحفاظ على الأمن القومي، نشر الفكر الديني المستنير، الجانب الثقافي ونشر المراكز الثقافية والاهتمام بالجانب الثقافي للمواطن. كل دي طبعا ملفات يمكن رئيس الوزراء كان عرضها باستفاضة على مجلس النواب، ومجلس النواب بيدرس كل ذلك وهيعد تقرير عنه خلال 10 ايام. طيب وبالنسبه في مشاكل اخرى طبعا زي توفير الدولار وعلاقته طبعا بالجنيه المصري. نعم. هل في كان اتفضل. نعم، اولا يعني في تنسيق تم في اجتماع عقده
رئيس الوزراء بعد تشكيل حكومة جديدة مع محافظ البنك المركزي، وتم الاتفاق على أن يكون هناك تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي ومن خلال السياسات المالية والسياسات النقدية، بحيث يعني لا تعود مرة أخرى أزمة الدولار ولا السوق السوداء اللي تم القضاء عليها. طبعا في إجراءات لضبط الأداء المالي لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص أنه هو يستثمر ويتوسع في إنشاء المصانع الجديدة، في جذب الاستثمار من ضمن المحاور المهمة اللي الحكومة بتعمل عليها، لأن جذب الاستثمار وتشجيع الصناعة والسماح للقطاع الخاص بالتوسع كل ده يعني أن يكون فيه مصانع أكثر، يكون فيه مصانع جديدة، ويكون فيه توفير أكثر للمنتجات محليا، لأن يمكن اللي بيساهم في زيادة أسعار السلع الاستيراد من الخارج، لأن تكلفة الاستيراد بيكون مرتفعة. فكلما كان هناك اهتمام بالصناعة وتشجيع للصناعة وتشجيع القطاع الخاص وإنشاء مصانع محلية، معناها أنها تتوفر المنتجات محليا، معناها أن هيتم تخفيف العبء عن العملات الأجنبية، لأن احنا طبعا هنقلل فاتورة الاستيراد فهيخف العبء عن العملات الأجنبية وبالتالي يزيد من قوة الجنيه المصري. وفي نفس الوقت تشجيع الصناعة المحلية من الممكن أو من المستهدف، مش ممكن، المستهدف أنه هو يؤدي إلى زيادة الصادرات. فيه مستهدف للحكومة أن تزيد الصادرات 15% سنويا، فزيادة الصادرات أيضا تعزز من موارد العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، وده يخفف الضغط عن الجنيه ويزيد من قوة الجنيه. أيضا مضاعفة عدد السياح، الحكومة الجديدة لديها خطة مضاعفة عدد السياح، وبالتأكيد طبعا مضاعفة عدد السياح يعني توفير موارد للنقد الأجنبي. كل دي إجراءات بتهدف إلى أن طبعا تخفيف العبء عن العملة الأجنبية، زيادة قوة الجنيه أمام الدولار وأمام العملات الأجنبية الأخرى، وده إن شاء الله مع التوسع في الصناعة ومع زيادة الصادرات ومع مضاعفة عدد السياحة ومع توفير موارد نقد أجنبي من خلال هذه المجالات، كل ده إن شاء الله هيحقق تراجع للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري. طيب من أكبر المشاكل حاليا اللي شغل الناس يمكن على السوشيال ميديا هي أزمة اللاجئين، تفتكر التعامل هيكون معها إزاي؟ الحقيقة أزمة اللاجئين أيضا من الأزمات المهمة اللي الحكومة فتحت ملفها بالفعل. يمكن شفنا ان في طلب من اللاجئين ان هم يسجلوا اسمائهم ويكون في تسجيل، حتى طبعا يكون في انضباط في هذا الموضوع ويكون معمول حسابهم في كل الخدمات المطلوبه، ويعني تقنين اوضاع اللاجئين من اول الخطوات للتعامل مع هذا الموضوع، ويعني في نفس الوقت بتكون في ضوابط للاجئين الموجودين، في بيانات عنهم بما يكفل ان توفير الخدمات لهم وان يكون معمول حسابهم في الخدمات المختلفه. فده يعني الملف ده مفتوح والحكومه بدات التعامل معه بالفعل، بحيث يعني ما يكونش فيه يعني نقول لاجئين غير مقننين او لاجئين غير موجوده بيانات عنهم، ويكون فيه موضوع ضبط لهذا الموضوع. وزي ما بقول الحكومه بدات بالفعل في اتخاذ الاجراءات اللازمه لها. استاذ كمال ريان، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، بشكر حضرتك جدا على المداخلة.